في عندنا انواع من الجنريتورز تستعمل سنجل فيز، يعني بتستقبل كفولتج انبوت سنجل فيز، يعني تاخد بس 220 او 240 فولت، ذاتس ات سنجل فيز، او ممكن منها بتاخد 3 فيز، يعني بتاخد ثلاث اطراف اللي هم كل واحد فيهم بيبقى 240، يعني في الاخر بقدر احصل منهم على حاجه بتبقى عباره عن ثلاثه ساينوسويدال سيجنالز بينهم بعضهم فيز، يعني حاجه زي مثلا 120 درجه. فبالتالي بنتكلم على ان احنا السنجل فيز بنقدر نحصل منه بعد الريكتيفيكيشن ماكسيمم حاجه بتبقى فول ويف ريكتيفايد بالشكل ده كده، ده الموست افيشنت من السنجل فيز. طبعا نفتكر من الجزء بتاع الاكس راي برودكشن ان احنا عندنا الجزء اللي هو بيبقى فيه الفولتج يعني قليل هنا كده، لو انا افترضت مثلا هنا البيك 100 كيلو فولت بيك، بتكلم مثلا على 25 ال 50 ال 75 دول كلهم اقل من 100، فبالتالي بيبقى الجنريشن بتاع الاكس راي الاكس راي كوانتيتي اللي بتطلع في اثناء ما انا بحط الفولتج دوت بتبقى قليله جدا في الجزء اللو فولتج، وتبتدي تزيد لغايه لما تبقى بيك عند ال 100 كيلو فولت بيك. فبالتالي يعني زي ما احنا شايفين كده الشكل بتاع الجنريشن بتاع الاكس راي يعني بيعتمد على شكل الويف فورم عامل ازاي. فبالتالي لما انا بيبقى عندي ويف فورم تطلع من زيرو وتطلع للبيك وتنزل للزيرو، بيبقى عندي نفس الكلام الباترن بتاع الجنريشن بتاع الاكس راي بيبقى نفس الحكايه كده، بيبقى زيرو ويطلع وينزل وهكذا. فهنا بيبقى في عندي وقت في السايكل بيبقى فيها مشكله ان الجنريشن بتاع الاكس راي ما بيبقاش افيشنت، الكوانتيتي بتاعت الاكس راي اللي بتطلع في الاجزاء اللي بيبقى فيها الفولتج بتاعي فيري لو، يعني مثلا الجزء مثلا لغايه هنا كده مثلا، بيبقى بيسكلي بيخلي لي الافيشنس بتاعت الجنريشن بتاع الاكس راي ما هياش عاليه. الميزه بتاعت الاكس راي اللي معمول من 3 فيز ان انا بيسك لما باخد ال 3 فيز سيجنالز دي واعملها ريكتيفيكيشن بقدر احصل على الحاجه زي كده، حاجه زي 3 فيز 6 بلس، لما بعمل فول ويف ريكتيفيكيشن لل 3 فيز سيجنال بحصل على حاجه بتبقى فيها فاريشنز قليله بالشكل ده كده. يعني بيسكلي زي ما انا شايف هنا كده ما بينزلش ابدا، الويف فورم ما بتنزلش ابدا للصفر، وبالتالي الافشنسي بتاعت الاكس راي هنا بتبقى ماتش هاير، عشان انا دلوقتي طول الوقت هنا في الجزء بتاع الفيري هاي بيك اللي موجود عندي في الويف فورم، وبالتالي الافشنسي بتاعت الثري فيز جنريتورز بتبقى ماتش هاير عن السنجل فيز جنريتورز.